الحلقة بعد كده نشوف. هنا طبعا ركلة الجزاء هنا اللي جاية، وهنا حسين هنا رايح في موقف سليم. بس ماشي كابتن ركلة الجزاء واضحة، وهو خد قرار فيها مفيش فيها كلام، تمام وتمام، يمكن ده القرار الوحيد. ممكن اللي تبقى حالة تفصيلية نفصلها أكتر بالنسبة للمشاهدين يا كابتن، عشان طلع علينا أحد الخبراء، أحد الخبراء اللي بيتكلم على طول يعني بس ضد النادي الأهلي، وقال لك إن ركلة جزاء النادي الأهلي غير صحيحة. طيب كابتن، هي الكرة فين؟ الكرة مع مين؟ حسين الشحات. ثم مين اللي لعب الكرة؟ اللي هو خدها لبره. أنا هنا اللاعب هنا، بص زي واحد، هذا الدخول اللي هو بتهور او باهمال، والتاكلنج اللي معمول ده، هل انت بنفس القدره وانت جاي من المسافه وبتعمل تاكلنج هتاخد الكره؟ بنسبه 90% مش هتاخد الكره، هتاخدها. ولكن هنا ايه؟ خطا باهمال واضح جدا، ركله جزاء لامام عاشور، لحسين شحات 100%. محدش يقول لي النهارده ان المهاجم حط رجليه، لا، الكلام ده يا كابتن في البدايه هنا في تاكلنج جاي من المسافه. بص يا كابتن، هنا الرجل ما لعبش الكره يا كابتن، هنا اللاعب لم ينجح في لعب الكره اطلاقا يا كابتن ايمن، وبالتالي هنا مع التاكلنج اللي اتعمل خد الرجل الثابته لحسين الشحات ركله جزاء صحيح، مفيش فيها كلام. تمام.